كشف وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي مراد زمالي لدى تفقده مركز بطاقات الشفاء كشف عن إخضاع بعض الأدوية لنظام التعويض لكن بشروط. عبد الوهاب تفتيس. زمالي وفي زيارته إلى مركز بطاقة الشفاء أكد أن بعض التغييرات فقط أدرجت في نظام التعويضات ولم يلغى أي دواء من القائمة، في حين بعض الأدوية ستخضع لنظام تعويض بشروط. هو مقام مؤخرا بالعكس زدنا 24 دواء في قائمة التعويضات. الدواء الوحيد اللي قمنا بإدخال يعني التعويض هذيك لاكاتالجين فور نوريسون. لاكاتالجين فور نوريسون قاعدة تتعوض بالنسبة للأطفال حتى 7 سنوات. لاحظنا استعمال غير يعني غير عادي بالنسبة لهذا الكاتيج، بالنسبة للناس اللي عندهم بالنسبة لأمراض القلب ولا أمراض فيه دواء آخر سوفورم كومبريمي. في إطار توسيع نشاطه وضمان تكفل أحسن بالمرضى خاصة بعد تزايد الطلب على البدائل السمعية التي وصلت أكثر من 10,000 طلب، يسعى الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية إلى فتح مراكز وفروع متخصصة في البدائل السمعية بغرض تخفيف الضغط على المراكز الموجودة حاليا. إن شاء الله بالك لكتب ربي من الجانفي ولا فيفري غادي نفتحوا مراكز في كل الولايات باش ما تبقاوش تجيو حتى لهنا، غير تما في الولاية تاعكم تما تصيبوها. سمحوا لنا على هذا، إن شاء الله منا على في شهر جانفي ولا فيفري لازم تفتحوا في كل وخاصة ولاية الجنوب. وزير العمل عاين بالمناسبة عدة مرافق تابعة لقطاعه في العاصمة على غرار مركز الاتصال ومركز الأرشيف التابع للوكالة الوطنية للتشغيل.